السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتوني جدا، شاكليكوا جدا، دايما دعم ودايما حاجة جامدة ورايا، وربنا يخليكوا ليا. مستر ريسي، مستر فيلين ذا جابس، مع اننا اشتغلنا فيلين ذا جابس في الفيديو اللي فات، بس باين ما اخدتوش بالكم قوي، او مش بتكملوا لاخر الفيديو قوي. مش مشكلة، عايز اتكلم معاكم قبل ما ابدا بس في حاجة بسيطة قوي. الناس خايفة، الخوف حاجة من الاتنين، يا اما حاجة ترجعني ورا قوي، يا اما حاجة تخليني سبورتنج ليا قوي، ان انا اكون دايما بكمل لقدام، دايما بكمل. الناس خايفة تقع. طب ليه؟ ما احنا عايشين نقع ونقوم، نقع ونقوم، نقع ونقوم. مفيش مشكلة خالص ان انت تغلط، تعلم. في الحالتين اصلا انت بتعاني، في الحالتين انا تعبان، في الحالتين بذاكر. طيب ميك ات ورث زي ما بيقولوا، يعني خليه له فايدة بقى، خلي التعب ده له فايدة. حاول مرة واثنين وثلاثة واربعة، عادي، اتعلم. السكيلز اصلا موجودة عند كل حاجة، مش السكيلز بتاعت الانجليش، اي حاجة في الدنيا السكيلز بتاعتها موجودة، بس مع التمرين يوم ورا التاني ورا التالت ورا الرابع بتبقى احسن. اكيد مفيش حد بيتمرن اول يوم زي بعد شهر، زي بعد سنة، تمام؟ كل يوم بتلاقي بيظهر عليك احسن، وكل يوم بتلاقي نفسك احسن، تمام؟ انت دايما مستر انا خايف من السي، مستر انا بسمع من الناس ان الاساي صعب، مستر انا بسمع ان فيل ان ذا جابس مستحيل. طب وليه دي بس اللي شغاله ليه؟ طيب نشغل ده شويه، تمام؟ مبدئيا انت عندك كل حاجه، تمام، تقدر تشتغل بيها الاساي وتقدر تشتغل بيها فيل ان ذا جابس. فيل ان ذا جابس اشتغلناه الحصه اللي فاتت، هنشتغله تاني المره دي. المشكله هتبقى عندي بس في الكوميونيكيشن بيني وبينكم، ان انا هشتغل مش هينفع اكتب القطعه كلها، هنحاول نوصل لبعض الطريقة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ، تمام. مواصفات الامتحان، طيب أول حاجة في مواصفات الامتحان بتاع أولى ثانوي، أول حاجة في 16، تمام، واحدة تشوز، كل واحدة بدرجة، 10 على الفوكابلري وستة على الجرامر، تمام. بعد كده fill in the gaps 4 درجات، تمام. بعد كده reading اللي هي comprehension اللي هي قطعة عليها أسئلة، تمام، ودي سهله جدا جدا عشان حطوا فيها كريتيكال ثينكينج اللي هو رايك انت في الموضوع، فماشي. بعد كده الترانزليشن، وبعد كده الايسي. انت طول ما انت بسمع بس مستر صعب، مستر قالوا لي، مستر السؤال ده جديد، لو ترجع بدماغك سنه ورا واحده قدام، بس سنه ورا واحده قدام ازاي؟ مش مشكله، لو ترجع بدماغك سنه واحده ورا، تمام، هتفتكر سؤال الري رايت لما كنت انت اول ما شفته، انا مش فاهم هو عايز مني ايه، مش فاهم. طب ولما جينا عملنا ريفيجن، موضوع سهل قوي، ايه ده سهله جدا. نفس الكلام على الاساي، نفس الكلام بالظبط. الاساي صعب في ايه؟ مش صعب خالص. ازاي؟ لا مش بعرف، ده طالب مني صفحه، طب بيطلب 10، تمام. هو المشكله بتاعتك في الاساي مشكله ان انا مش عارف اكتب، ولا مشكله ان انا مش هعرف اكتب الكم؟ في الحالتين انا عندي الحل معاك، يعني هنتكلم على الحل بتاع الاساي، تمام. مبدئيا اول حاجه شرحناها السنه دي، تمام، نخليها بقى معانا عشان هتنفعنا جدا. I love you، فاعل، فعل، وبعد كده object مفعول بقى او صفه. اي جمله في الانجليش لازم فيها فاعل وفعل ومفعول، او فاعل وفعل وصفه. طيب والاساي بتاع حضرتك او الباراجراف بتاع حضرتك الكبير شويه، تمام، هيتكون من جمله جنب جمله جنب جمله جنب جمله. بقى انا حاولت يا مستر على كلامك انت بتقوله ده، وكتبت سطرين، صح؟ كتبت 3 4 5، تاني مش اكتر من كده. طيب انا سمعت يا مستر ان انا ممكن اكتب انترودكشن، مقدمه كده، واحرق لي 3 سطور ولا حاجه. بلاش. ليه؟ لان هنا بداوا في يعني في نظام التعليم الجديد، هو بدا في الانجليش بالذات، يقول لك انا عايز الطالب اللي بيخرج من انجليش او بيخلص تعليم ثانوي وبيدرس انجليش يبقى عنده سكيلز ان هو يعرف يتواصل بالانجليش ويتكلم انجليش ويعمل جمل بالانجليش. الطالب اللي بيحط ستامبا ده، مفيش مصحح ومفيش مدرس مش عارف الاستنباط ومش عارف الجمل اللي بتحط في اول باراجراف. طب الحل، هلو اي لاف يو. طب ازاي؟ هقول لك على حاجه.
شفت فيلم زمان، مش زمان قوي يعني، قريب، كان اسمه ذا كاراتيه كيد. تمام. الفيلم ده بتاع جاكي شان وابن ويل سميث، جيدي سميث. اكيد كلنا شفناه، حتى لو هفكركم حتى بموقف كده. لما الولد ده حب يتعلم كونغ فو، راح له جاكي شان وقال له علمني ازاي العب كونغ فو، عايز ادافع عن نفسي او عنده بطوله كده يعني. قال له تمام. شاف في الولد تكنيك وحش، اللي هو بيقلع الجاكيت ويرميه، فقال له طيب تعالى نقلع الجاكيت ونعلقه. كل يوم على كده، تعالى نقلع الجاكيت ونعلقه، شيل الجاكيت البس الجاكيت، اقلع الجاكيت البس الجاكيت. كان بيعمل ايه؟ في اخر التمرين خالص لما الولد زهق، قال له انا زهقت. ايه ده؟ قال له طيب سيب الجاكيت البس الجاكيت من غير ما يكون الجاكيت موجود. تمام. بدا يعمل حركات بايده ويعمل حركات بجسمه، عرف ان جسمه اتعود على تكنيك معين اللي هو يقدر يبدا بيه. تمام. يكون تكنيكس اكتر ويبدا يعمل حركات اكتر. برغي معاكم المره دي شويه، وحشتوني. بس المهم، ايه المطلوب بقى؟ المطلوب ان احنا النهارده هنقلع الجاكيت ونلبس الجاكيت. يعني الكم بتاع حضرتك مش كتير، فانا عايزين نكتر الكم يا مستر. طيب خلينا نتكلم على جزئيه جزئيه. الجمل فاعل فعلي مفعول باسهل جمل تقدر عليها. ازاي؟ الإيسي عباره عن ترجمه اختياريه. يعني ايه ترجمه اختياريه؟ يعني انا اللي بختار الجمل اللي انا هكتبها. يعني هو مش بيقول لي اكتب جمل معينه، هو بيقول لي اكتب عن موضوع كذا، وبيجيب لي موضوعين وانا اختار واحد. تمام. فبيقول لي اكتب عن موضوع منهم مثلا. وباي ذا واي بقى، هو مجرد توقع، مجرد توقع تاني. الباراجراف السنه دي هيبقى عن التنمر، بولينج، وانت عندك في المنهج درس عن كده. ده مجرد توقع على مستوى مصر كلها. انا بقول لك الباراجراف او الايسي توقع من شريف، تمام، هيبقى عن البولينج او التنمر. نشوف، وبيننا الايام ونشوف، ربنا يسهل. المهم افتكروا كلامي بس. المهم طيب احنا نرجع لموضوعنا، نقلع الجاكيت نلبس الجاكيت. طيب ايه حكايه قلع الجاكيت ولبس الجاكيت دي بقى؟ يعني هنفترض عندنا اي موضوع، فانا دماغي ما بتجيبش كم المعلومات او كم الكلام اللي انا اقدر اعمل بي اي سي او باراجراف، صح؟ طب اعمل ايه؟ زي ما بعمل في العربي كده، قبل ما ادخل في الموضوع وقبل ما اكتب اي كلمه عن الموضوع، تمام، لازم اعمل لنفسي عناصر كده بره. ده مش في الامتحان، ده انا هبدا اعود نفسي من دلوقتي مره واثنين وثلاثه واربعه لحد ما يبقى عندي نقط معينه ثابته في كل موضوع هعرف اتكلم عنها تاني وبالراحه. يعني مثلا نجيب كتاب، مثلا كتاب خارجي كده، ونبدا نجيب منه اي امتحانات ونشوف اي موضوع نتكلم فيه سوا. اي موضوع نتكلم فيه سوا، جيب لي موضوع. عايز موضوع. طيب ده موضوع من الموضوعات اللي جت في امتحانات السنه اللي فاتت، كان اسمه اوفر بيبيوليشن. شوفين الكلمه عامله ازاي، كلمه جديده عليك، كلمه مش فاهمها، كلمه صعبه. طيب اوفر بيبيوليشن، كلمه بيبيوليشن لوحدها معناها التكدس السكاني. لا، سكري، التعداد السكاني. اوفر بيبيوليشن على بعضها بقى معناها التكدس السكاني، اللي هو زياده سكانيه، مشكله الزياده السكانيه. طب انا هكتب ايه عن مشكله الزياده السكانيه دي؟ طب ايه؟ قال لي طيب قبل اي حاجه، قبل اي حاجه انا افهمك حاجه بسيطه. ايه الحاجه البسيطه اللي انت لازم تفهمها؟ ان الباراجراف بتاعك او الاسي بتاعك بيتكون من ثلاث درجات، ثلاث سلالم. السلمه الاولى انترودكشن، ومش الانترودكشن اللي في بالك، اللي هو مش مقدمه اللي انا بحفظها، لا. انا مثلا عايز اتكلم معاك في موضوع، فادخل من انت جوه الاوضه وانا بره، ادخل اجيبك من ايدك على طول واتكلم، لا لا خالص. انا اقول لك معلش عايز اتكلم معاك في موضوع، الموضوع بخصوص كذا كذا. تمام. دي الانترودكشن، عملت معاك انترودكشن، عرفتك ان انا هتكلم على كذا. تمام. وخلي دايما الجمل البسيطه دي، تمام، هي البدايه بتاعتك، افهم معايا الاخر وما تزهقش. تمام. الكلام هيفيدك، الكلام هنا اكتر ما هو هنا. تمام. انا ما كتبتش النهارده مش قاعده، انا عايزك تفهم عشان تعرف تكتب. تمام. طيب يبقى اول حاجه عندي في الموضوع المقدمه بتاعتي، مش المقدمه اللي انا بحفظها في كتاب او موجوده على الانترنت في اي مكان. تمام. تاني حاجه بقى المين بودي اللي هو الموضوع نفسه، والاخر حاجه الكونكلوجن او الايه، الخاتمه او الايه، الحلول اللي انا وصلت لها او الحاجات اللي انا وصلت لها او الحل اللي انا بعد ما عرضت المشكله زي دي مثلا الاقي حلول تحت، يبقى ده كونكلوجن. مبدئيا اوفر بيبيوليشن، اول حاجه زي ما انت قلت لي كده، تعالى على جنب كده الاول في ورقه خارجيه، عود دماغك بس تفكر في الستبس.
مش بقولك هتعمل كده في الامتحان، بس عود نفسك يبقى عندك خطوات ثابته بفكر فيها اول ما اجي اتكلم على اي موضوع تاني واقول لك الموضوع ان شاء الله هيبقى تنمر. المهم فطبعا معلش فطبعا مش هنعمل الحركات دي في الامتحان، بس لازم اعود دماغي افكر ازاي وانا بكتب اساي اول ما يقول لي اتكلم عن موضوع كذا الرياضه، تمام؟ فانا عارف اول حاجه هبدا بيها المقدمه، بس مش مقدمه ثابته ومش مقدمه حد يعاتبني عليها او ينزلني درجه بسببها، لا مقدمه عن الموضوع اقول له الرياضه حاجه مهمه، الرياضه شيء اساسي، ففي كلمات اساسيه دايما تمام تبقى معاك، كلمات مش جمل، تمام؟ طيب يبقى دايما بتكلم في المقدمه، فده اوفر بوبوليشن معناه التكدس السكاني، فهم قايل ايه؟ التكدس السكاني. بس انا كده عملت المقدمه بتاعتي. ممكن اقول منها مشكله، انا مش محضر كلام والله، انا يعني هفكر معاكم في عناصر كده تمام ونتكلم فيها سوا. مشكله التكدس السكاني كده انا عرضت المشكله بتاعتي اللي انا هتكلم فيها دي، الانترودكشن اللي انا قلت لك عليها تمام. بعد كده هبدا اتكلم عن الموضوع نفسه، عن المشكله التكدس السكاني. طب ايه مشكله التكدس السكاني؟ اي حد فينا ممكن يتخيل مكان زحمه وعايش فيه وكده، يعني مثلا انا من فيصل فالزحمه كلها، فانا هبدا افكر في التعداد السكاني او مشكله التكدس السكاني تمام اسبابه. فهم قايل كلمتين، انا مش هترجم الكلام ده، انا هاخد من ده افكار اشتغل بيها تمام. فهم قايل اسبابه مثلا ان في مثلا ناس، واكتب باللغه اللي انا بتكلم بيها عادي جدا، كتير في مكان واحد، ده اول حاجه، خلاص مش عايز اسباب تانية بصراحه تمام. طب مشاكله، طيب انا بتكلم عن مشاكل التكدس السكاني، تكدس سكاني يعني في ناس كتير قوي في المكان. على فكره عشان بس تبقى عارف انا هكتب الاساي ده كله تمام، هو امتحانات اولى ثانوي السنه اللي فاتت وممكن يجي كمان ثالثه ثانوي، هكتب الاساي ده كله بكلمات ما تعديش ثالثه اعدادي، وانا وانت اهوت وهنشوف الكلمات على البورد تمام. تمام مشاكله، مشاكله ايه بقى؟ طب مشاكل التكدس السكاني اكيد اول كلمه الزحمه، طيب ما الزحمه دي بتعمل ايه؟ تلوث. طب التلوث بيسبب ايه؟ امراض تمام. لحد دلوقتي الافكار بتجيب بعضها، ما هو التكدس السكاني يعني في زحمه يعني في تلوث، والتلوث معناه امراض، ممكن اقول اسباب التلوث تمام. ماشي، بعد كده ممكن اتكلم ايه على ايه تاني غير الزحمه تمام؟ الزحمه مشاكل ناس كتير عايشه في مكان، يعني من الحاجات اللي انا بواجهها مثلا المدارس اللي احنا فيها زحمه جدا، يبقى التعليم تمام او المدارس مزدحمه. فعليه بقى او اللي انا هترتب عليه من الموضوع ده ان مثلا الاولاد كتير في الفصل، مثلا ممكن اقول مش بيفهموا كويس. طيب ما في اولاد كتير مثلا يبقى امراض تمام. تاني احنا اتكلمنا عن مشاكل التكدس السكاني، شوف انا كاتب كلمه واحده تمام، الزحمه التلوث واسبابه تمام، والنتائج ترتبط عليه ان هو بيعمل امراض. طيب واتكلمت عن المدارس انها دايما مزدحمه تمام، الاولاد كتير في الفصل مش بيفهموا كويس، امراض. طب انا ممكن اتكلم على الامراض ان المستشفيات كمان برضو دايما مش كفايه للناس كلها او مزدحمه، يبقى ممكن اتكلم برضو المستشفيات مزدحمه. تاني بالراحه بس انا عايز افهمك حاجه، انت لما بتيجي تتكلم في موضوع وممكن اجيب لك عناصر اي موضوع احنا بنتكلم مع بعض، هجيب مواضيع تانيه من الكتاب ونتكلم في عناصره عناصره تمام. طيب اول حاجه لازم اتكلم عن الموضوع، اعرفه ان انا بتكلم في الموضوع ده والموضوع ده شيء حاجه مهمه او بيلعب دور مهم في حياتنا، هنقول شويه كلمات هتفيدك مش هتعدي ثالثه اعدادي برده وعد. المهم وهنمشي كل ده على الجمله دي تمام. قال لي هنا مشاكله الزحمه التلوث، في زحمه في الشارع دايما وفي تلوث وفي امراض، في المدارس زحمة والأولاد كتير في الفصل مش بيفهموا، ممكن نتكلم عن دروس خصوصية، وممكن نتكلم عن الأمراض يبقى المستشفيات، ممكن نتكلم على إيه تاني؟ البطالة، إن مثلا ناس مش بتلاقي شغل بسبب إن هم كتير قوي في مكان واحد، صح؟ مفيش شغل كويس ليهم تمام. أنا كده كلمت عن المشكلة عشان قلت لك أول موضوع المقدمة بتاعتي. طيب تاني حاجة بتكلم عن المشكلة نفسها تمام أو على الموضوع نفسه.
تمام؟ وبعد كده بقى ابدأ اتكلم عن حاجة اساسية في كل المواضيع، دور الحكومة ودورنا، تمام؟ ده تعتبر دايما conclusion هايل لأي موضوع عندك، تمام؟ يعني لو بتكلم عن الرياضة، دور الحكومة تهتم بالرياضة وتهتم بالشباب وتهتم بالأولاد وتعمل مراكز شباب او تبني استاد او تهتم بالرياضات الايه الفردية، شوف كلها دي عناصر، تمام؟ بتكلم عن السياحة، تمام؟ دور الحكومة مثلا تبني فنادق، تبني طرق، تجيب اماكن رخيصة للسياح، تعامل السياح مثلا توفر لهم مواصلات، ودورنا احنا نعملهم بشكل كويس، تمام؟ نعرفهم، نعملهم بشكل ودود، اللي هو دايما نعرفهم عايزين نعملوا ايه، تمام؟ شوف دي كل دي عناصر. انا اي موضوع اعرف اجيب بيه فنون العناصر، سياحة، رياضة بقى، اوفر بوبوليشن، تمام؟ اللي هو التكدس السكاني او اوفر بوبوليشن او التلوث نفسه، تمام؟ تلوث حاجة من دول، يعني ممكن ده لوحده موضوع اصلا، تمام؟ يبقى هاجي اتكلم بقى عن دور الحكومة، تمام؟ ودورنا، تمام؟ ده نقلع الجاكت ونلبس الجاكت. اتعود دايما اي موضوع، يعني مستر شريف لو عايز يكتب اساي، ما هو انا عندي الجمل زي عند مستر شريف، ما هو مستر شريف قال لي تمام ازاي اكون جملة، تمام؟ مستر شريف عرفني الجملة اللي بتكون من ايه. جملتك بقى بسيطة، جملتك معقدة، جملتك فيها جملتين على بعض وفيهم رابط، ده ما بيفرقش عن المصحح، تمام؟ انا المطلوب مني اتكلم عن الموضوع في اطار الكلمات اللي انا عارفها، تمام؟ فعشان كده بقولك ان الاساي عبارة عن ترجمة اختيارية، يعني انا بجيب كلام وعايز اترجمه بطريقة سهلة او هكتبه بشكل سهل، فهمتوا الفكرة؟ فالحكاية كلها ان انا عايز بس ارتب افكاري، اقلع الجاكيت الاول والبس الجاكيت، فبقيت حافظ بقى مستر خلاص اساي. عندي ثلاث حاجات، هتكلم عن الموضوع، هتكلم عن مشاكله او اسبابه او نتائجه او الحاجات دي بتاعته كلها، تمام؟ وبعدين في الاخر اتكلم على دور الحكومة ودورنا، تمام؟ طب ايه دور الحكومة؟ ما تيجي نتكلم عن دور الحكومة شوية عشان ما اكتبش دور الحكومة كده انا ما عملتش افكار، انا عايز اعمل افكار زي دي. دور الحكومة، طب دور الحكومة ايه في التكدس السكاني؟ ما هو ممكن اقول لك بناء مدن جديدة، ما هو انت جيب المشاكل وجيب لها حلول. الزحمة يبقى هبني مدن جديدة، طرق، خدمات، مدارس، ما كل ده تحت بند البناء، مستشفيات. انا مش فايق في القلم. طيب نجيب القلم التاني. مستشفيات ايه تاني؟ احنا قلنا مدارس ومستشفيات، الزحمة، طرق، البطالة، ممكن ايه؟ بناء، مش شايف برضو، مصانع للشباب، اي حاجة، اي عناصر هتنفع، ما ده كل دور الحكومة. دورنا احنا، تمام؟ دورنا، شفت انت كل دي عناصر، تمام؟ كل عنصر من دول هتكلمه في جملة او جملتين وهتشوف دلوقتي، تمام؟ دورنا احنا مثلا البحث، نفس الكلام اللي فوق، عن مدن جديدة. خلينا في دورنا ده قليل، احنا ملناش دور. طب تعال نتكلم في الموضوع بقى، تمام؟ طيب تاني يوم الاول نقلع الجاكت ونلبس الجاكت، تمام؟ برتب دماغي دايما انها اول ما يقول لي انت مروح، انا فين، كذا، يبقى انا همشي كذا وادخل يمين، تمام؟ همشي على طول، خلاص انا بيت على اول الشارع، تمام؟ اكتب اساي، هتكلم عن الموضوع الاول في جملتين مبسطين كده، تمام؟ يقول لي tourism، السياحة is very important in our، تمام، society، في المجتمع بتاعنا، تمام؟ it's very important، تمام؟ او it plays، يلعب، vital role، دور مهم جدا، في كلمات معينة لازم نبقى حافظينها عشان هتفيدني في كله، vital يعني حيوي، تمام؟ نكتبها دلوقتي، role يعني دور، vital role in our country، تلعب دور مهم جدا في بلدنا، يبقى مهمة في حقيقة في المجتمع ومهمة لبلدنا. شكرا كده، انا ايه عرفت ان انا بتكلم عن السياحة وانها مهمة، تمام؟ هبدا اتكلم بقى بعد كده عن ايه السياحه، تمام؟ يبقى لازم ايه اتكلم عن مثلا ان مصر فيها اماكن سياحيه، وابدا اتكلم عن مكان مكان شويه، كل مكان في جمله جملتين، تمام؟ وابدا اقول مصر، اهميه مصر، تمام؟ ان هو من ناحيه السياحه، اهميه مصر السياحيه والاماكن اللي فيها دي قلناها، تمام؟ ابدا اتكلم بعد كده طيب عن انواع السياحه اللي عندنا. عندنا سياحه اللي هي تاريخيه، والسياحه بتاعت الايه الشواطئ والكلام ده. طب ممكن تتكلم على اي حاجه. طيب الحكايه كلها بقى انا ما بعرفش اكتب يا مستر. طيب انا مش عايز منك حاجه، انا عايز منك تعرف الجمله بتاعتنا I love you، تمام؟ الحكايه كلها رجاله محترمين ان انا هبدا زي ما احنا بدانا، سيبك من ده كله بقى ونبدا نتكلم من هنا. التكدس السكاني، مشكله التكدس السكاني. طيب انا هاخد الكلمه اللي مكتوبه في الايسي او في الباراجراف عندي في البتاع ده وهبدا بيها. اوفر، تمام؟ انا مش عارف اكتب من هنا، مش هينفع اكتب من هنا، نكتب كذا، استحملوا انتوا بقى. population
تمام is a big. شوف الكلمات بس عشان تعرف انا هستخدم اسهل كلمات ينفع تستخدمها. a big problem. تمام فاعل صفة. in our country. تكملة بس مش اكتر. في بلدنا. نقطة. طيب بص كده انا اتكلمت التكدس السكاني ومشكلة التكدس السكاني. overpopulation ده انا خدتها من العنوان. is a big problem. فاعل صفة. big problem صفة وموصوف زي ما انا علمتك قبل كده. in our country في بلدنا. انا كده عرفته ان overpopulation هي مشكلة كبيرة في مجتمع في بلدنا او في مجتمعنا. تمام؟ overpopulation is a big problem in our country. مشكلة كبيرة في حقيقة في بلدنا ومجتمعنا. تمام. اسبابه ناس كتير. هو ما يقولك هنا يبقى ابدأ بكلمة ناس كتير عايشة في مكان واحد. يبقى هبدأ بالفعل many. تمام. people live in one place. ناس كتير عايشة في مكان واحد. فاعل مفعول به. تمام وظرف مكان زي ما بيقولوا. تمام ماشي. ممكن بقى ابقى ذكي لو انا عايز اخرج من اطار جمله واحده ممكن اخليهم جملتين. ازاي؟ احط اطار اللي هو ايه رابط ما بين جمله وجمله. ادي جمله تمام قال لي بعد كده ممكن اخد كوما كده واقوم قايل سو لذلك السبب اللي ترتب عن الموضوع ده. تمام قال لي هنا مثلا ذا ستريتس الشوارع ار always busy. ما اظنش انا استخدمت كلمه صعبه لحد دلوقتي. تعالى بس شوف انا عملت ايه. انا خرجت من دي لدي خليتها سبب. فاهمين؟ تاني قال لك overpopulation is a big problem in our country. many people live in one place. لحد دلوقتي ما فيش جمله صعبه. so the streets او streets من غير ذا are always busy. تمام طب هي بيزي ليه؟ بزحمه ليه؟ اقول لك اهو يا رجاله يوجد يعني there are او there is يعني يوجد there are. تمام ندخل بقى الجرامر بتاعنا many cars. تمام in the streets وضحت ليه الشوارع زحمه في ناس كتير او في عربيات كتير في الشارع. تمام قال لي طيب ماشي هنا الزحمه يبقى في تلوث. تمام اقول له يا رجاله طب التلوث اسبابه ايه؟ اسبابه دخان العربيات مثلا وان احنا كمان بنرمي زباله في الشارع. دول سببين ممكن اتكلم فيهم. تمام اقول لك هنا مثلا بيبل. تمام ثرو يلقي. تمام rubbish in streets نقطة. تمام cars العربيات. تمام ممكن العربية بتعمل ايه؟ cause زي كلمة be cause بس تمام من غير be. cause تسبب او سبب. cause a lot of smoke سبب كثير من الدخان اللي هي اصلا ايه؟ ممكن العربية بتطلع دخان. انا ببص بس على العناصر بتاعتي فيه. تمام الزحمة في ناس كتير في الشارع وفي عربيات كتير في الشارع. تمام التلوث اسبابه ان الناس بترمي تمام زبالة في الشارع. تمام والعربيات بتطلع دخان. تمام سيبنا بس كده من التلوث. so لذلك تمام there is a lot of disease. تمام يوجد الكثير من الامراض. تمام people get sick الناس تمرض او بتتعب. تمام قال لي احنا لسه عايزين نتكلم الامراض. طب ما احنا ممكن ناخد برضو من الامراض ان مثلا بنفكر مع بعض مش اكتر. تمام والمستشفيات دايما زحمه. and hospitals are always. ممكن ناخد كلمه crowded مزدحمه بس خليك في الكلمه اللي انت ضامنها busy. تمام هقوم قايل الناس مش بتلاقي دواء كتير. يعني ما هم قايل people can't find medicine. انا مش شايف نقطة. تمام ماشي
الناس مش بتلاقي دواء. تمام، انا جاي ابص على هنا، احنا اتكلمنا على الزحمه، في عربيات كتير تمام، والعربيات وفي ناس كتير في الشارع تمام، تلوث، تلوث اسبابه ان في دخان من العربيات، وان احنا بنرمي زباله في الشارع تمام، وان في امراض تمام، المدارس تمام. قال لي بقى سوري تمام، اقول لي مثلا يبقى هقول لك ايه، ان crowded areas، في المناطق المزدحمه اهو تمام. دي جمله اعتراضيه. schools، او لا بلاش نبدا بسكولز، هبدا اقول في ولاد كتير، يبقى there is او there are. there are a lot of children تمام in schools، في المدارس تمام. ماشي، ممكن نقول ما بيلاقوش اماكن في الفصل او في الفصول. they فاعل، can't find places at classes تمام، مدارس مزدحمة الأولاد. طيب ما قلنا ما إيه؟ تمام، مش بيفهموا كويس تمام. قال لي أهو تمام، they can't understand well essay online بنكتب على الهواء تمام. ماشي، ركزوا معايا، يبقى ما بيلاقوا بيه ما بيفهموش كويس تمام. طيب قلنا بعد كده because، والله مش شايف، there are a lot of children and one place تمام. النتيجة بقى children get sick، يمرض تمام. يبقى احنا قلنا الاولاد والمستشفيات، والمستشفيات مزدحمة والبطالة. هقوم قايل بقى ابدأ اتكلم عن الشباب، youth اللي هم الشباب، مش عارف كلمة الشباب young تمام. قلت لك مش هتعرف تكتب كلمة youth اللي هو الشباب، اكتب young people. دايما قلت لك دي ترجمة اختيارية، انا اللي بختار الكلام اللي انا عايزه، محدش بيجبرني اكتب حاجة معينة تمام. لو بصيت على البورد، ثانية واحدة نكمل الجملة، مثلا young people تمام can't find تمام jobs، مش هتكلم عن كلمة unemployment اللي هي البطالة اللي أنا علمتها لك قبل كده أو هعلمها لك دلوقتي. ركز معايا بقى كده، نرجع بس قبل ما نكمل، كده كده العناصر بتاعتنا موجودة وأفكارنا مش هتروح تمام. overpopulation ده الموضوع is a big problem، لحد دلوقتي مفيش كلمات صعبة. in our country مفيش كلمات صعبة. many people برضه مفيش كلمة صعبة، دي فاعل، فاعل مفعول به، in one place سهلة. so لذلك streets سهلة، are always busy دايما سهلين تمام. there are many cars مفيش كده حاجة صعبة، streets سهلة. people throw rubbish in the streets سهلة جدا. cars cause a lot of smoke، قال لي there is مثلا a lot of disease تمام. قال لي بعد كده people get sick تمام، and the hospitals are always busy تمام. people can't find medicine in crowded areas، في المناطق المزدحمة. there are a lot of children in schools، they can't find places تمام at classes تمام. قال لي بعد كده لحد دلوقتي مفيش كلمة واحدة عدت نطاق أولى وتانية إعدادي حتى، they can't understand well بشكل جيد تمام. because there are a lot of children in one place، children get sick. أنا هنا بقى عملت جملة عادية تمام، وعملت نتيجة ليها تمام، فاعل تمام صفة تمام، فعل صفة تمام. جوي بدأنا بكده بقى بتكلم في موضوع جديد اللي هو البطالة ده. قال لي يس، انا عرفتش كلمة يس، اكتب young people can't find jobs، ما بيعرفوش يلاقوا شغل تمام. طيب احفظ معايا الكلمة دي على جنب كده. طيب انا عايز اقول لك على حاجة انا كلمتك فيها في اول السنة، ازاي الحصيلة اللغوية بتاعتي ازودها شوية، وهنرجع لموضوعنا تاني تمام. الحصيلة اللغوية بتاعتي ازودها ازاي؟ قال لي كل المطلوب منك، كل كلمة جيب منها اسم فاعل واسم وفعل والكلام ده. يعني ايه مثلا؟ تعالى هنا للكلمة دي كده، كلمة employ. employ معناها يوظف، ده فاعل تمام. لو حطيت لها اي دي موظف اللي شغال عند الناس
تمام؟ لو عملت لها بدل ER بقت employer، بقت موظف اللي بيشغل الناس. فهمتوها؟ طيب لو شلت الاي ار نفس الكلمه اهي وحطيت لها منت، يبقى employment بقت التوظيف. التوظيف بقت ناون، حطيت لها منت. انتوا فاكرين ام اي ان تي والتي اي او ان بنحطهم للافعال بنغيرهم شويه، تمام؟ بنخليها ناون. تمام، لو جيت ان employment دي وحطيت قبلها يو ام ونفس كتبت نفس الكلمه ان employment بقت البطاله. من كلمة employ جبت كم كلمة؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، خمس كلمات. كلمة play يلعب player، تمام؟ لعب playing اللعب، تمام؟ تلات كلمات. فاهمين الفكرة؟ طب نرجع لموضوعنا. young people can't find jobs، الشباب مش بيلاقوا شغل. so نتكلم بقى على كلمة البطالة اللي انا كتبتها لك. so there is an employ منت، لذلك يوجد بطاله. تمام، انا دلوقتي يا مستر خلصت العناصر اللي احنا كتبتها، ومش كتير بس ماشي. نبدا لسه عندنا شغل. تمام، الحكومه، دور الحكومه. طب في كلمات عايزك تحفظها، ممكن اكتبها لك على جنب هنا لان مفيش مكان. تمام، كلمه رول، دور. تمام، كلمه تانية زي كلمه افكت، تاثير. واكتب افكت بقى بالاي بقى يؤثر. تمام، فايتال، حيوي. تمام ماشي. طيب طبعا الحكومه عارفين كلنا ذا جوفرمنت، صح؟ يبقى هنا ذا هو المكان ده اللي مفيش الكلام ده بيظهر حلو. تمام، ذا جوفرمنت. تمام، الحكومه هاز، تمتلك، ادي فاعل فعل. تمام، ا بيج رول، دور كبير. تمام، ادي فاعل فعل. تمام، مفعول به. تمام، مفعول به اللي هو فعل وصفه، موصوف وموصوف. نكمل، the government has a big role in او for this problem. لو انتوا بصيتوا، معلش حكايه الكلام الظاهر دي مش بايدي، بس احنا لحد دلوقتي ما كتبناش كلمه واحده تخطت اولى وثانيه اعدادي. تمام، نكمل. تمام، ايه ا بيج رول ان ذيس بروبلم. نبدا نتكلم عن دور الحكومه، بناء مدن جديده. هقوم قايل بقى ذا جوفرمنت كان بيلد. تمام، يبني نيو، مش مشكله، سيتز فاعل فعل مفعولنا. تمام، قال لي بعد كده تبني مدن جديده. تمام، and it can build roads، طرق. to it، ماشي. قال لي بعد كده خدمات، الخدمات اللي هي مستشفيات ومدارس ومحلات. تمام، قال لي برضو it can build. تمام، schools، hospitals and shops. ده اللي بيحصل دلوقتي. تمام، بيبنوا اماكن جديده في اكتوبر وفي زايد وفي الاماكن البعيده خالص. تمام، وهم قايل لك تمام بيبنوا فيها خدمات كتير عشان الناس تحب تروح هناك. تمام، قال لي بعد كده ماشي، طرق، خدمات، مدارس، مستشفيات، بناء مصانع. تمام، هبدا بقى، بلاش ات كل شويه، ابدا بذا جوفرمنت كان بيلد فاكتوريز. تقدر تبني مصانع. مش هبدا بقى وكده، اقوم ايه اخد سبب سو يس او الشباب كان find work. تمام ماشي، نبدا ممكن نقول
ان احنا عندنا دورنا احنا. تمام ماشي. We can, we can مثلا leave crowded areas مناطق المزدحمة تمام and go to those new cities. المهم تمام الإيسي لو انت بصيت على الإيسي اللي احنا كتبناه احنا انا على قد ما اقدر والله انا كده خارج يعني عن قدراتي انا خالص سبت انا شغلي انا على جنب كشريف تمام وبدأت اتكلم بدماغ حضرتك بتفكير حضرتك تمام حضرتك تكتب جملة جملتين وتلاقي الدنيا وقفت تمام هو المشكلة عندي في المكان والمساحة بس فخلينا نتكلم مع بعض اكتر تمام الحكاية كلها عندك مين كانت مشكلة عندك انا ما بعرفش اكتب كتير انت كلها على بعضها هنا لو جيت تبص من اول اسي لحد اخر كلمة انا ما استخدمتش كلمة بره اطار اولى اعدادي وتانية اعدادي تمام ما استخدمتش جمل خالص معقدة ده اللي انا هعمله معاك في الحلقة الجاية تمام واحنا بنشرح فيلين ذا جابس وبنشرح الجرامر كامل تمام الحصة الجاية هشرح جرامر كامل وهشرح فيلين ذا جابس اللي انا شرحته اصلا الفيديو اللي فات في اخر فيديو اللي فات وعرفتك ان هو كل الموضوع برده في اي لاف يو وتعرف ايه ناقصك اذا كان هيلبنج فيرب ولا فيرب والموضوع اسهل ما يمكن بس اتفرج عليه لو سمحت الفيديو اللي فات تمام حضراتكم انا شرحت فيلين ذا جابس الفيديو اللي فات في الكومنتس برده لقيتكم بتطلبوا مني تاني فيلين ذا جابس والله شرحت كتير فيه او مش شرحت كتير شرحت اللي في كتاب المدرسه واللي هو فيه التكنيكس اللي اقدر اشتغل عليها تمام مع حضرتك تمام الحكايه كلها تاني بقى ان انا من اول هنا لحد هنا ما استخدمتش كلمه واحده بره اطار اولى وثانيه اعدادي ما اعتمدتش على الكلمات اللي احنا اخدناها ما اعتمدتش على كلمات حضرتك نشوف الموضوع اصلا اسمه صعب انا جبت الموضوع اللي اسمه صعب ده واتكلمنا بكلمات تافهه جدا بس انا عايزك تتعود بقى في البيت تقلع الجاكيت وتلبس الجاكيت تمام الموضوع مشاكله او دوره او اهميته اللي هو على حسب ما الموضوع اللي عندك وبعد كده تبدا تتكلم عن حلوله تمام مثلا او دور الحكومه في مساهمه انها تخلي الموضوع احسن زي السياحه والكلام ده كله هتلاقي ان الموضوع بالنسبه لك حاجه زي ما بيقولوا بيس اوف كيك تمام مفيش حاجه صعبه طول ما تمام يعني طول ما انت بتحاول يعني في جمله بالانجلش انا بحبها جمله بعيد خالص عن شغلنا تمام قال لي مثلا هو says that he can and who says that he can't are usually both right عشانكو انا مقلوب القلبه دي كلها بيقول لك اللي بيقول انا اقدر عنده حق واللي بيقول لك انا ما اقدرش برضه عنده حق الاثنين قالوا حاجه والاثنين صح ليه بقى اللي قال لك انا اقدر اتحرك خطوه واحده لقدام فبقى في موفمنت حركه او اتحرك بقى احسن من اللي فات خطوه ده احسن واللي قال لك انا ما اقدرش هيفضل في مكانه طبعا ومش هيتقدم خطوه واحده لقدام فبرضه عنده حق وهيفضل في مكانه تمام عايزك تحاول وعايزك تجرب تمسك ورقه وقلم كده قبل ما تفكر في جمله واحده بالانجلش تبدا تكتب عناصر تعود دماغك تفكر انا هتكلم على ايه في الموضوع ده ما الدماغ اللي عندي هي الدماغ اللي عند حضرتك انا ما استخدمتش كلمات بره دماغك عشان تقول لي لا انت بتعرف تتكلم انجلش احسن لا خالص انا استخدمت الكلمات اللي انت بتعرف تقولها تمام طلع لي من الاسي ده كله كلمه واحده صعبه تمام ما استخدمتش جمله معقده تمام استخدمت جمل بسيطه واستخدمت كلمات سهله تمام عشان تعرف ان انت اللي تقدر انا ما بشرحش عليا انا بشرح على دماغ حضرتك فاهمين فدايما لو انت قلت انا ما اقدرش وانت مكانك وما جربتش عندك حق انت مش هتقدر طبعا طب لو قلت انا هقدر وحاولت مره في اتنين في ثلاثه في اربعه اكيد هتتحسن واكيد هتبقى احسن تمام الحكايه كلها في حضرتك جرب وحاول ما تخافش من الغلط تمام ما انت بتتعلم اصلا عشان تغلط تمام ما تخافش الموضوع سهل الموضوع كله في ايدك انت الموضوع كله عباره عن حاجه انا لاول مره عايز اتعلمها عايز اكتسبها تمام الموضوع سهل والموضوع في ايدك كمل لحد الاخر اكتبه اللي عايز يبعت لي الاسايس كامله وعايز نعمل له مثلا اشوف له ايه اللي يفكر فيه وايه اللي مثلا او ايه الجمل بتاعته مش مظبوطه في ايه انا والله هرد عليه تمام اللي هبقى معاك الفيديو ده بالذات هتابع الكومنتس بتاعتكم وهرد عليها واحد واحد
بالذات، واللي عايز يفهم حاجة تانية انا هفهمها له، تمام؟ ده اللي كان فيه كلام زيادة عن اللزوم، فمش عارف احطه في او ما احطه مع حاجة تانية في حلقة تانية لوحده، فاهمين؟ يعني حطيته لوحده في حلقة عشان هو يستاهل يبقى في حلقة بسبب خوفكم برضو. لكن لما تيجي تبص على الموضوع، الموضوع سهل، تمام؟ لما تيجي بقى نبص، تمام، توزيع الامتحان، توزيع الامتحان عندي فوكابلري وجرامر، تمام، اشتغلناهم كويس، تمام، الجرامر اشتغلناه كويس، الفوكابلري هشتغله معاكم، هجيب لكم 3 يونتس على بعض في صفحه و3 يونتس على بعض في صفحه، فاهم؟ تذاكرهم كويس جدا هتلاقي الموضوع سهل، تمام، هجيبهم لكم ان شاء الله، واحاول اخليه الجماعه هنا يرضوهم، تمام كده حاجه متصوره، تمام. الجرامر هرجع لكم عليه كله من يونت 1 ليونت 6، احنا اصلا كده كده شرحناهم بس هرجعهم كلهم مره واحده، تمام. وفيل ان ذا جابس اشتغلناه، وانا ايه حاول برده اكون جبت جمل يعرضوها بس عشان اعرف اشتغل عليها، ما ينفعش اكتب الجمله كلها واملى اربع نقط وارجع تاني ابدا من الاول، تمام. الموضوع سهل، امتحانك هيبقى سهل، امتحانك هيبقى في ايدك، تمام. وافتكروا كلامي انا كتوقع والله مش اكتر، تمام، ممكن يبقى صح وممكن يبقى غلط، انت هيجي لك موضوعين، تمام. انا بتوقع ان الموضوع منهم في ظل الظروف اللي احنا فيها اليومين دول، تمام، وظل الناس بقت سودة قوي من جوه، ممكن يتكلم عن البولي، تمام، اللي هو التنمر. اشوفكم على خير، وقريب جدا 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 ان شاء الله الاسبوع الجاي ممكن نعمل حلقه بقى بتاع جرامر وفوكابلري وفيل ان ذا جابس. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.